معروفين بوجول وتشافي هم دول اللي كبروا. ميسي 25، بوسكيتش 24، بيكي 25، سيسك 25، انيستا 28، وادي امامنا ممكن هدف وهدف 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 لأتلتيك بلباو امامنا هنا في هذه اللقطه، اقتحام من الجهه اليسرى ومحاوله الوصول، وبالفعل انطلاقه جميله جدا من أتلتيك بلباو بتوجه رائع من الجبهه اللي فيها داني ألفيش مركزين عليها قوي، وتتلعب في حلق المرمى عشان يسجل اول اهداف هذه المباراه في هذه اللقطه امامنا. هو شفنا الفرحه سوسايتا وفرحه جماهير أتلتيك بلباو بالهدف الاول في هذه الكره. سوسايتا ادي امامنا سوسايتا، هدفه السادس في الليجا هذا الموسم. شوف ملعوبه ازاي، شوف اللمه حلوه حلوه قوي، الكره ملعوبه، وشوف الضغط الدفاعي مش موجود من بيكيه، وسوسايتا يضحك على قلبه، وشوف المرور الرائع رائع رائع في هذه الكره في هذه اللقطه. ادوريتس هنا بقى اللي عمل الشغل كله، هو رقم 20 الدولي الاسباني صحيح في مباراه واحده كانت امام ليتوانيا في تصفيات كاس امم اوروبا 2012، يعمل عرضيه مثاليه، شفنا بروفا زيها، شفنا كره زيها من اندري هير، لكن لم يلحق بها ادوريتس. المره دي سوسايتا بقى واقف صح، اليكسيس سانشيز. نشوف بقى هنا فكره تيتو فيلانوفا، مش فكره انا. ادي امامنا هنا استلام، ادي تياجو حاول المرور الى ميسي بقى الحلول الفرديه، هنا ميسي يعدي من الاول ويعدي من الثاني ويعدي من الثالث، يا ولد صاحب الحلول في كل زمان في كل مكان هو ميسي الفنان اللي امامنا في هذه اللقطه. ادي امامنا سارق القلوب وسارق الدفاعات، في اي لحظه ياتي بالحل. ميسي اذا اردت ان تتحدث فتحدث فقط عن ميسي، لانه نجم النجوم، ليس له يعني اي يعني قرين ولا اي حد يمثل هذا النجم الكبير. شفت، بص شوف ميسي بيعمل ايه، بص شوف ميسي بيعمل ايه، ما يعملهاش الا ميسي في موقف صعب وفي ظروف صعبه، يلم ثلاثه ويحط الكره في المرمى امامنا، اهو بيسحر واحد اثنين ثلاثة والكرة في الجول، الكرة في الهدف عشان يكون هدف التعادل في الدقيقة كام؟ الدقيقة 67. هو ده ميسي. ادي امامنا هنا المعنويات ارتفعت والاداء اختلف، وميسي دائما وابدا هو من ياتي بالحل، هو من ياتي بالفرحة وياتي بالسعادة. هنا الاستلام، هدفه رقم 44 في الليجا هذا الموسم. بيكي ادي امامنا هنا بلوجرانا، داني ألفيش، انتفاضه البطل، والبطل يسجل أليكسيس سانشيز. هنا امامنا هنا بقى ميسي ياتي مفعول السحر، بيكي يتقدم ويعمل مسانده وكره عرضيه، وامامنا هنا أليكسيس سانشيز يسجل هدف التقدم في دقيقتين البلوجرانا يعملوها، عوده الروح عوده الثقه. ادي بيكي مره لداني ألفيش، داني ألفيش امامنا هنا، وشوف الارتقاء وضربه الراس من جانب ميسي يصطادها أليكسيس سانشيز. ادي امامنا فوائد ميسي، ليست تسجيل الاهداف بل ايضا صناعه الاهداف. هتقول لي بالصدفه، لكن نيته حلوه، وبالنيات الامور بتسير. هنا امامنا بيكيه الى داني ألفيش، يعود البطل يعود المتصدر عشان يسجل هنا التعادل ميسي في الدقيقه 67، ثم أليكسيس سانشيز يسجل في الدقيقه 69 في يعني مباراته الاخيره. انتقل خلاص الى اليوفي، وادي امامنا كره عرضيه خطيره جدا يطلع دفاع نادي برشلونه الدقيقه 90. يعني فوز من انياب الاسد، وفي الفعل أتلتيك بلباو كانوا اسود النهارده، لكن بعد نزول ميسي بقى الاسد يعني امامنا بعثرت اوراق. اوعى التعادل جاي امامنا هنا، يسجل اندر هيرير في هذه اللقطه هدف التعادل في هذه المباراه. ياتي هيريرا هنا بهدف، شوف الخطا الدفاعي هنا ابعدها بقى المره دي، اهو ادريانو مع سونج اصطاد هيريرا امامنا هنا، وفيكتور فالديز زاويه صعبه ضيقه وسريعه وقويه. ادي امامنا ماركوس، وادي امامنا يورينتي المشاكس، وياخدها كده على عيبها، خدها حلو قوي الحقيقه هيريرا. شوف هيريرا بقى لطشها على طول وخدها على عيبها وحطها حلوه. هدف التعادل المستحق في هذه المباراه لفريق نادي أتلتيك بلباو. ملعب